قلتها في اول كلمه انه لو الفسيولوجيا موازيه للبرنامج التعليمي لا فائده منها. طول ما هي مدمجه ومنخرطه في البرنامج التعليمي لا فائده. فمثال واضح جدا حابب اوضحه يعني. احنا عندنا قنوات تعليميه جايبين لها افضل معلمين في مصر. نسبه المشاهده ونسبه شهيره. طيب لما اخد بقى الماده دي واوديها المدارس واخلي الطلبه يشوفوها وتدمج ضمن البرنامج الدراسي ضمن الجدول الدراسي فيما يسمى حصص المشاهده. يبقى حصص المشاهده دي اللي بيعملها المعلمين المتميزين في مصر. وتيجي قاعه كبيره في المدرسه يبداوا يتشغلها والمعلم بتاع المدرسه موجود يقدر يوقف ويعقب او هو براحته. فهو شايف معلم متميز بيقدم حصه هو متميز انا جايش متميز اصلا. وبالتالي يبدا هنا تشوف هذا الكلام. فتره ما يذاع في برنامج تلفزيوني او فتره المشاهده يكافئ حصتين دراسيتين. يعني فتره المشاهده تكافئ حصتين. اصبح لو ماده زي العلوم اربع حصص يبقى في حصتين فتره مشاهده ويبقى انت وفرت بالجدول كانك وفرت حصه وبالتالي تغلبت على عجز المعلم. تاني حاجه اللي بيقدم حصه قدامك ده مين؟ ده معلم متميز جدا. فالمعلم بتاعك اللي في المدرسه اللي في مكان ما بيشوف المعلم اللي بيشرح وبالتالي هيبدا بشكل او باخر هيستفيد منه. فالحاجه تجربه مهمه جدا وده اللي انا بقوله ادماج وانخراط التكنولوجيا في البرنامج التعليمي مش موازيه للبرنامج التعليمي. وهنا ده ونساعد ولادنا على انهم ينتجوا المعرفه ونكتشف الموهوبين. وده اللي معروفه 1.0 2.0 3.0 5.0 4.0 5.0 الحفظ والاستذكار ده 1.2 التكنولوجيا والانترنت. ثلاثه نولج ريديوسنج ايدوكيشن التربيه المنتجه للمعرفه. 4.4.0 انوفيشن ريديوسنج ايدوكيشن التربيه المنتجه للابداع. فهنا ده مهم. ثم 5.2 حاليا اللي هو انسبيريشن اند ايموشنال ريديوسنج ايدوكيشن التربيه التي تنمي الايه بقى الروح والقيم وده اللي بنقول عليها انسنه التعليم وده التوجه اللي موجود واحنا بناكد عليه. الحقيقه فكره التحول الرقمي في التعليم هي فكره من ابدع ما يكون في ظل الكثافه العاليه جدا جدا للفصول في ظل تحول الدوله رقميا في حاجات كتيره جدا. ولولا ان المشروع ده بدا من فتره دكتور طارق شوقي حقيقه في 2018 ما كانتش وزاره التربيه والتعليم قدرت ان هي تتخطى فكره كوفيد 19. فموضوع انك انت يبقى عندك ازمه صحيه عالميه وفي طلبه كتير جدا جدا مش قادرين مش ممكن يقعدوا في الفصول في ظل هذه الجائحه. فالتحول الرقمي اللي بدا من 2018 في وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني الحقيقه شيء من اروع ما يكون. طب احنا بنقول هو فكره نواتج التعلم مش فكره الحفظ. اذا انت بتتكلم على تطوير 1,600,000 معلم واداري بتتكلم على تطوير تقريبا 25 مليون طالب في المدارس الحكوميه المصريه محتاج انك تشتغل معاهم محتاج اجهزه محتاج السوفت وير محتاج الخبرات محتاج كل ده. الحقيقه معالي الدكتور رضا حجازي من الشخصيات اللي فعلا بصت للموضوع بطريقه ازاي نستكمل هذا الحوار مع المنظمات الدوليه ومع شركاء التنميه في مصر وخارج مصر. يعني احنا كمفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين في مدارس حكوميه كتيره فيها طلاب لاجئين طبعا بيدرسوا مع الطالب المصري في نفس المدرسه. فاحنا عندنا مشروع اسمه الفصل الفوري مع شركاء اخرين شركه احد شركات الاتصالات في مصر يعني. وهذا المشروع حاليا طبق في 48 مدرسه حكوميه وممكن تشوف حضرتك نواتج التعلم بتاعت الاولاد وفكره ان الطالب اللي بيستعمل التابلت دي ما بيستعملهاش بس بيستعمل برامج اخرى مع مدرس خبير عارف مدرب جيدا لا بتدي اثر رائع في نتائج الطلاب اخر السنه. في الاول وفي الاخر احنا بنقول ان التعلم الرقمي اصبح ضروره شديده جدا جدا في ظل تحول الدوله المصريه للرقميا في كل شيء وفي نفس الوقت
عجبني جدا جدا في استراتيجية الوزارة اللي جاية اللي هي 2024-2028 فكرة الأسرة ودخول الأسرة لهذا التعلم الرغم. يبقى أنا بس ما بوصلش البرامج التعليمية فقط ما لا تستهدف فقط الطالب ولكن تستهدف أيضا الأسرة. إزاي أنك تقدر تساعد ابن حضرتك أو بنتك أن هي تتابع دروسها وإنت كأب أو كأم شيء جديد عليك. يعني فكرة الأول كان ممكن حضرتك الوالد أو الوالدة بتشوف أنت بتقرأ إيه معاك إيه في إيدك الكتاب، لكن دلوقتي هو في إيده تابلت، فهل أنا عارف هو بيعمل إيه على التابلت دي؟ فإن إن الوزارة تدخل الأسرة في هذا الموضوع أعتقد أنه بيبني هذه الجسور وبيوثق العلاقة ما بين الطالب المتعلم وأهله في البيت. وده أعتقد كانت حلقة مفقودة لفترات طويلة جدا في فكرة التعلم الرقمي عالميا، لكن عندنا احنا بصفة خاصة مع عدد كبير من الأمية نسبة فبتقول لا أنا هحاول أوصل للأسرة كمان رقميا، خلينا أتخطى هذه المرحلة. وأنا أعتقد أن الوزارة بهذه الخطة إن شاء الله في 2028 هتجد مدرسة مصرية مختلفة تماما، طالب مصري يصل للجامعة مؤهل وسوق العمل بيقول له تعالى، بدل ما تبقى الفكرة إنك أنت حضرتك ما بين ما تدرسه وما بين ما تتخرج بيه وسوق العمل احتياجاته بتلاقي ما فيش ماتشين ما بين الاتنين، بيبقى صعب جدا جدا. فأنا أعتقد إنه هذا المؤتمر مهم جدا جدا، مهم جدا لدعم فكرة التحول الرقمي في مصر بصفة عامة وفي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصفة خاصة. ودكتور رضا يعني من الناس اللي نكن لها كل التقدير والاحترام وبيقود هذه المهمة. والحقيقة إن الدولة المصرية بتولي اهتمام كبير جدا بملف التعليم وتضع ضمن يعني على رأس الأولويات لتطوير أو بناء الإنسان المصري. ويمكن التطوير الشامل اللي استهدفته الدولة المصرية والوزارة التربية والتعليم تحديدا كان على رأسه هي فكرة ليس فقط تطوير المناهج الدراسية، ولكن هناك عدد كبير بالتوازي عدد كبير من الجهود بالتوازي مع هذه الخطوة متضمنة فكرة دمج التكنولوجيا الرقمية في التعليم وتطوير قدرات المعلمين وتطوير البنية التحتية للمدارس. يمكن ده اللي عملت عليه الوزارة منذ عدة سنوات، واحنا اليوم في المؤتمر النهاردة اللي بيتضمن عدد من ورش العمل بنستعرض جهود وزارة التربية والتعليم في فكرة الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم بما يتواكب مع الثورة العالمية اللي بتحصل في التكنولوجيا الرقمية. تم النهاردة يمكن سيادة الوزير الدكتور رضا حجازي وحتى نائب الوزير الدكتور أحمد ظاهر استعرضوا كافة الجهود اللي بذلت على مدار الأعوام الماضية فيما يتعلق بتطوير المنظومة التعليمية، وعلى رأسها فكرة إدخال بنية تكنولوجية فيما يقرب من 2530 مدرسة للمرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية، فكرة توزيع التابلت لأكثر من 3.3 مليون طالب في مرحلة السنوية، إدخال 17,000 شاشة ذكية في المدارس بهدف عرض المواد التعليمية المختلفة اللي بتوفرها الوزارة على عبر منصات التعليمية وقنوات مدرستنا من خلال حاجة اسمها فترات المشاهدة اللي بتتم خلال اليوم الدراسي. الطلاب يقدروا يشوفوا الدروس بشكل أكثر عمقا وأكثر تفصيلا، وبجانب ده كمان بيبقى المدرس واقف كعامل مساعد يقدر يوقف في أي وقت ويشرح للطلاب الجزء اللي هم مش قادرين يفهموه كمان. فيمكن أصبح دور المدرس هنا هو بينتج المعرفة لدى الطلاب، يعني بيساعدهم على إنتاج المعرفة، وده يمكن الهدف الأساسي من تطوير المناهج الدراسية. احنا تجاوزنا فكرة التلقين والحفظ، وحاليا المناهج الدراسية بتركز على فكرة إنتاج المعرفة عن الطلاب، يقدر ان هو يدور على المصادر المتنوعة والمختلفة للمواد الدراسية ويقدر من خلالها يحصل على المعلومات المختلفة ويوفر لنفسه شرح عميق لكل درس بيذاكره مثلا في كل مادة. كمان يمكن قبل بداية العام الدراسي الوزارة وفرت او قامت بخطوة مهمة جدا وهي توفير مواد تعليمية وتدريبية على موقع الوزارة مجانا للطلاب، والمواد دي بتوفر يعني شرح أكثر عمقا وأكثر تفصيلا لمختلف المواد الدراسية لكافة المراحل التعليمية ابتداء من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية.
وكمان بتوفر تدريبات للطلاب يقدروا من خلال ان هم يقيموا نفسهم في المناهج الدراسيه اللي بيذاكروها او يعني بيحاولوا ان هم يعني يحاولوا ان هم يعني يذاكروها بشكل اكثر عمقا واكثر تفصيلا. يعني الوزاره خدت عدد كبير من الخطوات، ولكن خليني اقول لك ان اكيد في تحديات لا يمكن انكارها وتحديات مزمنه، ولكن احنا وضعنا ايدينا من خلال خطه استراتيجيه كامله على نقاط الضعف ونقاط القوه وكيفيه مواجهه التحديات وتحديد الاولويات وكيفيه توفير الموارد. ويمكن دكتور رضا حجازي اليوم يعني شرح بالتفصيل هذه الخطوات المتعلقه بالخطه الاستراتيجيه. الوزاره بتضع نصب اعينها المشاكل والتحديات اللي بتواجهها في المنظومه، سواء متعلقه بكثافات في الفصول، سواء متعلقه بفكره التطوير المستمر في المنظومه التعليميه حتى لا يكون هناك عقبات في المستقبل. فكره كمان تطوير مهارات وقدرات المعلمين، دي نقطه مهمه جدا احنا الوزاره بتسعى فيها بكافه جهودها لتطوير قدرات المعلمين باكبر قدر ممكن عشان تتواكب مع التطور التكنولوجي السائد حاليا، وكمان تتواكب مع المستهدفات الخاصه بالوزاره لتطوير المناهج التعليميه المختلفه. عملنا تجربه جامده جدا في موضوع التقييم الالكتروني. احنا عندنا صفوف اولى وثانيه ثانوي بنسقط من بينتحنوا بالالكتروني على قبل، والنتيجه طبعا بالصح الالكتروني، وده حاجه يعني كويسه جدا. هنا في كمان في الشرقيه ثانويه عامه احنا بنعملها مارشي وبالصح الالكتروني ايضا في نفس الاطار، حتى الاسئله الشرقيسي بنبعتها للمدرسين على التابلت، وبالتالي بنضمن الشرقيه بتاعتها وبنصححها. ده الحقيقه واحد من الحاجات عشان كده ما بنبقاش الدوشه بقى اللي كانت في الثانويه العامه عن النتيجه في لا النتيجه شفافه جدا حتى تظهر النمط تكاد تكون الى يمين. ما فيش حاجه دلوقتي مش داخله فيها تكنولوجيا، وما فيش مجال التكنولوجيا ما طورتوش او بتطوره دلوقتي. فاحنا لازم نبتدي نفكر ازاي التكنولوجيا دي ممكن تحاول انها مش بس تبقى موجوده لبس ان احنا نقول ان احنا عندنا تكنولوجيا وتكنولوجيا متقدمه، بس عشان تحل المشاكل اللي عندنا. احنا عندنا 25 مليون ونص طالب زي ما الدكتور احمد ظاهر كان لسه بيقول، احنا عندنا مشاكل كتير قوي في الكثافه في الفصول، في المدرسين والولاد اللي في الحتت النائيه. نعمل ايه علشان نستخدم تكنولوجيا تساعدنا ان احنا نوصل لكل الولاد دول، كل المدرسين دول، وان احنا نديلهم فرصه انهم يشتركوا في العمليه الاقتصاديه مش بس جوه مصر بس على مستوى العالم كمان. احنا عندنا في مصر، ودي مش بس علشان انا مصريه، بس عندنا في مصر ذكاء وقدره على الابداع كتير. محتاجين نركز جهدنا قوي في ان احنا نشوف ايه المشاكل اللي ممكن نحلها دلوقتي، ونعمل خطه على مدار كام سنه نبتدي نتاكل بيها حاجه ورا الثانيه، ونبتدي نكبر الامباكت بتاعنا في مجال التعليم. فطبعا شايفه ان مصر ممكن تعمل حاجه زي دي، وممكن تسبق دول كتير قوي حواليها وفي نفس المستوى بتاعها بسرعه قوي. في ناس كتير قوي بتقول التكنولوجيا هتغير من المدرسين او هتخلينا مش محتاجين مدرسين او هتبدلهم، بس دي مش حقيقه خالص. مفيش تعليم من غير مدرس. التكنولوجيا هتساعد المدرس، هتساعده انه يقدر يبقى عنده فصل 40 طالب او اكتر، حتى يقدر يتعامل معاهم ويدي لكل طالب اللي هو عايزه وقت ما هو عايزه. فمهم جدا ان احنا نوصل لكل المدرسين، وكمان ممكن نوصل لهم عن طريق التكنولوجيا. يعني لما نقدر دلوقتي نسهل عمليه ان المدرسين مثلا تتكلم بعض وتفهم من بعض وتتعلم من بعض، لما نخلق professional learning communities اسمها على بلاتفورم مثلا تكنولوجي، ما ده يخلي المدرس يتعلم من مدرس زيه، ودي اسهل طريقه المدرسين يتعلموا بيها. كمان هيتعلم وقت ما هو محتاج يتعلم، فلما بيبقى محتاج حاجه ممكن يسال ويلاقي الاجابه على طول. التدريب مهم، بس التدريب ده نقطة بس، مرحلة واحدة بس في البداية علشان تديله المعلومة، بس المدرس لازم يبراكتس ولازم يجرب الحاجات دي أكتر من مرة. فالبروفيشنال ليرنينج كوميونيتيز دي ممكن تخليهم يبتدوا يعملوا براكتس للحاجات دي ويجربوها ويتمكنوا منها أكتر. فدي حاجة من ضمن الحاجات ممكن نعملها. أنا شايف إن احنا بنركز قوي كمان على مدرسين وبننسى الكادر كله بتاع عملية التعليم. في مدرسين نفسهم يحسنوا ويبدعوا ويعملوا حاجات كتير، بس لو المفتش او السوبرفايزر او البرنسبل او النظر مثلا، يعني اللي فوقيهم
مش مدينهم الفرصة، مش مدينهم السبورت اللي هم محتاجينه، ما فيش حاجة تحصل. أنا اشتغلت الناحية التانية، أنا رحت اشتغلت في مدرسة علشان أشوف بنفسي اللي بيحصل، وأنا اشتغلت في مدارس أنا كمان في مصر. من غير الكادر ده كله بتاع الإدارة أنه يبقى فاهم ومستوعب وعارف إزاي يساعد المدرسين، ما فيش حاجة تحصل. فإحنا مش بس نركز على المدرسين، إحنا لازم نركز على كل اللي موجودين في عملية التعليم. لو العملية التعليمية مملة ومش بتخليك متجاوب، أنا قاعد بسمع طول الوقت، ما ينفعش أن طالب في السن ده هيقدر يركز. يعني إحنا لازم ندرس الطالب في السن ده بيبقى محتاج إيه، وإيه أسهل طريقة ممكن أقدر أتفاعل معي أنتراكت معي. فالسن محتاج أن نبقى إنجيجينج، محتاجين نديله كمان لو محتاجه. يعني هو لو مش فاهم المدرس بيقول إيه، ما هو هيقعد يلعب ويقعد يعمل دوشة في الفصل ويضايق الباقيين، مش ده اللي إحنا محتاجينه. لو المدرس ابتدى يعمل personalized learning أن كل طالب دلوقتي يبدي له الحاجة اللي هو محتاجها، لو في حاجة ما فهمهاش من الدرس اللي فات مش لازم يقعد يسمع الدرس ده، لا يقعد يراجع في الدرس اللي فات. فده هيفرق كتير قوي في ان الطلبة تبقى more engaged وانهم يحبوا الدراسة ويحبوا المدرسة اكتر. بص، الافكار كتير والرؤيات كتير قوي قوي قوي، وبتيجي عند التنفيذ وبتلاقي الواقع صعب التغيير. الإنسان صعب يتغير، وهي كل التغيير بالتكنولوجيا ما هوش تغيير التكنولوجيا، هو تغيير في البني آدم، إنه زي يغير العادات بتاعته والأفكار بتاعته والأسلوب بتاعه، وده بياخد وقت. أنا بلاحظ أحياناً ما بيبقاش عندنا صبر، بلاحظ أحياناً إن إحنا بيتهيأ لنا إن أنا حطيت شوية بلاتفورم، حطيت شوية تكنولوجي وعملت ترينينج، خلاص كل حاجة تمام، المفروض إنها تمشي لوحدها. لا، ما بتمشيش لوحدها، لازم تحط كل دعامات سبورت يبقى موجود للمدرسين، للإداريين، كل دول طول الوقت، وتتابع وتشوف هو مشيت في بروجرس. طب ليه لا ما فيش بروجرس؟ طب ونعمل ايه عشان نعمل بروجرس؟ اتس هارد ورك وكتير قوي. انا بشتغل مع وزراء حوالين العالم، وبشتغل مع education institutions حوالين العالم، كتير قوي الناس ما عندهاش طول البال ده، فمش بيركزوا على خطة 5 سنين 10 سنين، بيعمل حاجة ويحطها ويدور على أي حاجة تانية اللي هيعملها. لا، you have to secure the implementation اللي عملتها الأول. فدي حاجة محتاجين، يعني عضلة كده محتاجين ان احنا نقويها. انا جاي من كاليفورنيا رحلة 24 ساعة، فادي اول دليل على ان في اهتمام. طبعا بعدتني من هناك، وأنا مش لوحدي، في شركات كتير، في ناس كتير سافروا من كل حتة في العالم، ودول كل اللي هنا دول مش بس الناس اللي مهتمة بمصر وتنمية مصر، في أكتر منهم كتير ما كانوش موجودين معنا النهاردة. فلا، في اهتمام، في اهتمام وخطة و اسمها ايه، رود ماب، هيخلونا دلوقتي كلنا نقدر نبقى يونايتد على حاجه نقدر ننفذ فيها، ونشوف كل واحد فينا ازاي ممكن يكونتريبيوت للخطه دي. Choose Egypt because after a mapping exercise of living countries We can leverage, we can build on what Egypt has achieved, but also see how Egypt can further improve its education system using technology with the support and collaboration with other developed partners. احنا هو الامن المعلومات والامن السيبراني اللي هو السايبر سيكيورتي، احنا شغالين مع الوزاره بقالنا فتره في موضوع ازاي تامين المعلومات، تامين التطبيقات الجديده اللي الوزاره شغاله بيها، وازاي زي ما حضرتك شفتي في البرزنتيشنز على موضوع السيف انترنت وسيكيورنج الانترنت اكسس،
وازاي تنسكيور الامتحانات والتطبيقات دي كلها. شغالين مع الوزاره بقالنا فتره، وكل فتره بنعمل ورش عمل علشان ازاي ننقل الخبرات العالميه من بره، ازاي نعمل موضوع السايبر سيكيورتي ده في مصر ان شاء الله. طبعا التعاون مهم قوي، خصوصا في موضوع السايبر سيكيورتي وامن المعلومات، لان النهارده مع اي تحول رقمي بيحصل، مع اي ديجيتال ترانسفورميشن بيحصل، بيزيد احتماليه الاختراقات، تسريب بيانات، معلومات مهمه جدا. الامتحانات ساعات ممكن تحصل فيها مشاكل، توقف، تتسرب، الحاجات دي كلها. وزاره التربيه والتعليم اوريدي عملت خطوات كثيره في الموضوع ده، يعني احنا مش لسه بنبتدي، احنا اوريدي عملنا حاجات كتير جدا. وفي موضوع التابلت وموضوع الامتحانات الاونلاين، وفي بلاتفورمز كثيره اوريدي موجوده اونلاين. احنا مكملين الرحله، هي مش حاجه بتبتدي وتخلص يعني في وقت قليل، هي اتس جيرني. فاحنا اوريدي قطعنا اشواط كبيره فيها ومكملين فيها ان شاء الله. هو التعليم، التكنولوجيا تستخدم للتعليم الالكتروني والرقمي، يعني وجود التعليم، المواد التعليميه رقميه، ده هيخلينا، بيساعد على التعليم الالكتروني، واللي هيستخدم ده كله واللي هيساعد على ده هو وجود التكنولوجيا. فده بس الايه الحقيقه اللي موجود. المعلمين، التكنولوجيا هتساعد من الاسراع في عمليه التعلم، وده واحد من الحاجات، لان بساعد مصادر التعلم هتبقى متنوعه حتى للموضوع الواحد، وبالتالي الطالب يقدر يختار النمط اللي يتلائم مع استعداداته وقدراته، وبالتالي نكتشف كمان حتى ميوله. فده التحرر من الزمان والمكان، نقدر نوصل خدمه للطالب وهو في البيت يعني. فده الحقيقه التحول الرقمي. التقييم عندنا الحقيقه، في مجال التقييم عندنا بنك اسئله، عندنا 2500 مدرسه مزوده بتابلت، قصدي ببنيه تكنولوجيه فايبر اوبتيكال فايبرز، وطلاب المرحله الثانويه كمان معاهم تابلت، وبالتالي ما بنطبعش لهم كتب. الامتحانات اولى ثانوي وثانيه ثانوي الكترونيه بالتمام والكمال. الثانويه العامه بنصححها الكتروني، وده بيساعد في ان احنا نقدر نحل حتى نتيجه الثانويه العامه كمان. كل دي الفصول المتنقله اللي موجوده عندنا في المناطق النائيه، نقدر نعمل فصول ذكيه. الاداره حتى كمان التكنولوجيا او التحول الرقمي يساعد في اداره المدارس من الناحيه الذكيه. احنا اصلا اتنقلنا العاصمه الاداريه بوزارات ذكيه، وبالتالي يبقى المدارس اصلا هي كمان ذكيه، ان تقدر تبقى على منصات متواصله مع اولياء الامور، مع الطلاب، مع صحيفه احوال لكل معلم، مع بريد الكتروني لكل طالب. الحقيقه ده النهارده الورشه النهارده هي يعني فرصه للتعاون للتحول الرقمي في ضوء التحديات. بنينا خطه استراتيجيه زي ما قلت في الكلمه، خطه الاستراتيجيه بناء على تحليل قطاع التعليم، ومربطه او منتسقه مع برنامج عمل الحكومه اللي هو سواء بناء الانسان المصري والتشغيل وحمايه الامن، واهداف ايضا التنميه المستدامه. وفي الاخر عندنا مجموعه من التحديات، وده امر معروف، والتحول الرقمي هيساعد في هذا الموضوع. انتهينا في الاخر الى ان عندنا الاتاحه، الجوده، الحوكمه والاستدامه، ومجموعة من الأولويات: الوصول، الإنصاف، التعلم الأخضر ده، والتحول الرقمي هو كمان. السؤال بقى الأهم هو التحول الرقمي في كل أهداف الخطة الاستراتيجية، يعني في الإتاحة هنعمل إيه، في الجودة هنعمل إيه، في الحوكمة هنعمل إيه، والاستدامة هنعمل إيه. فالحقيقة واحد من القضايا اللي النهاردة الورشة هتحاول تدينا طريق أكتر، إن احنا نعمق التحول الرقمي في كل برامج الخطة الاستراتيجية بإذن الله.